السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنتعرف مع بعض على فوائد الرز وفوائد كمان مية الرز. اول حاجة معانا فوائد الرز. الرز بيمد الجسم بالطاقة وبضبط ارتفاع ضغط الدم، وكمان بيمنع الإصابة بالسرطان والعناية بالبشرة، وبيمنع الإصابة بالزهايمر، وبيحسن عملية الهضم، وبيخفف ملتزمة القولون العصبي. الرز يعني أكله مش مضر زي ما في ناس كتيرة بتعتقد إن الرز ده بيضرهم وبيزود الوزن يعني وكده. لا، كل حاجة ليها فوائد وليها أضرار، وكل ما بتكتر من حاجة كل ما الأضرار بتزيد. علشان تستفيد من الرز يعني كفاية 100 جرام في اليوم منه علشان تستفيد بس بالفوائد بتاعته وتبعد عن الأضرار بتاعته خالص. وكمان في الدايت، في ناس كتيرة بتعتقد ان الدايت بيبقى احسن وافضل لو بعدنا عن الرز خالص والعيش. لا طبعا ده غلط، لازم يبقى في نشويات في الوجبة بتاعتنا علشان تدينا كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، خصوصا في الرز اللي مليان فيه يعني الفيتامين بتاعته وكده. بس كتره يعني بيبقى غلط. تمام، وهنيجي دلوقتي لفوائد مية الرز. اول حاجة بيفتح البشرة وبيجعلها مشرقة وناعمة ولونها خالي من العيوب، وكمان بيستخدم كغسول للشعر وتونر للبشرة وعلاج حب الشباب، وبيجعل البشرة مشرقة وبيزيل البقع السوداء ويزيل التجاعيد. تمام، وكمان هو برضو مفيد للشعر برضو، يعني في وصفات كتيرة بتتعمل للشعر من الرز فبتخلي الشعر يعني ايه يبقى حلو. هنيجي لفوائد مية الرز للشعر. بتعمل ايه؟ بتطول الشعر وتعالج تساقط الشعر وبتعالج تقصف الشعر وتقوي بصيلات الشعر، وكمان بتخلص الشعر من القشرة وبتقوي جذور الشعر. يعني بصوا مليان حاجات رهيبة جدا جدا للشعر يعني وللبشرة. كمان ان اللي هو تعملي مية الرز دي، طبعا في طرق كتيرة لعمايل يعني المية وكده، مية الرز بتعمل كذا حاجة يعني زي ما انتوا شايفين، للبشرة وللشعر وللجسم عامة يعني، فحلوة قوي الصراحة يعني. كمان هنعمل مقارنة كده ما بين الرز البني والرز الأبيض. الرز الأبيض بيحتوي على نسبة عالية من الألياف، لكن الرز البني، الرز الأبيض بيحتوي على نسبة عالية من الكربوهات ونسبة قليلة من الألياف، يعني الرز البني أحسن في الحتة دي. أما بقى الرز البني بيحتوي على نسبة عالية من عناصر غذائية لأنها غير معالجة. تمام، والرز الابيض يحتوي على نسبة اقل من الفوائد الصحية، يعني برضو الرز البني احسن. وكمان الرز البني اكثر عرضة للعفن للاحتواء على زيت نخيل الارز. واما بقى الرز الابيض فمن الممكن تخزينه بسهولة ولفترة اطول، ففي حتة التخزين دي الرز الابيض افضل. تمام، وكمان الرز البني بياخد وقت اطول في الطهي وكمان صعب الهضم، اما الرز الابيض بيبقى سهل الطهي وسهل الهضم، ففي الحتة دي هو احسن. يعني كل واحد فيهم حاجتين وحشين وحاجتين تانية حلوين، فاحنا ممكن ناكل شوية من ده وشوية من ده عشان ايه نريح نفسنا. بس هما بالنسبة للدايت الناس بتفضل يعني الرز اللي هو البني، الرز البني افضل يعني بالنسبة لهم. فيعني كل واحد ورأيه. انا بحب الرز الابيض عامة وباخد منه زي 100 جرام كده، يعني 6 معالق ولا حاجة، لو جعانة قوي ممكن يبقوا 9، بس هي بتبقى مرة واحدة بس في اليوم، طبعا مش رايحين جايين على الرز والكلام ده. تمام، فلازم الرز يبقى موجود في الوجبات بتاعتنا، والمكرونة بتاع النشويات يعني مطلوبة للنظام بتاعنا، علشان الجسم زي ما محتاج بروتين محتاج نشويات محتاج كربوهات محتاج يعني محتاج كل حاجة. تمام، يا رب الفيديو يعجبكم تستفيدوا منه، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وتعليق. باي باي.